السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي متابعيني في كل حتة في مصر وبره مصر، معاكم مستر حسين مدرس انجليش من 2009. بصوا يا جماعة، باختصار كده انا كذا مرة قاعد براجع في الفيديو بتاع مستر ابراهيم عن الاكسنت عشان بحضر للرد عليه، وكل شوية بتصدم في اخطاء بكتشفها موجودة جوه الحجج دي. انا بحاول اختصر جدا، معلش ده يمكن تالت تسجيل ليا، فبحاول اختصر شوية في الكلام وما كترش زي ما كترت قبل كده. خلينا ندخل في الموضوع على طول. اوكي، ده فيديو مستر ابراهيم، الجزئيه بتاعه مقوله او اقتباس ستيفن بينكر. في مشكلتين. المشكله الاولانيه ان كلام ستيفن بينكر، الاقتباسات اللي موجوده، الاقتباس ده اللي موجود ده، طبعا انتوا لو رجعتوا للفيديو بتاع مستر ابراهيم تفهموا قصدي، لكن انا برضو هقولكم بسرعه. هو مستر ابراهيم هنا بيقول انه من الاقتباس ده، الاقتباس ده بيؤكد على اهميه اللهجه بالنسبه للناس اللي شغاله، وانه لو مثلا دكتور شغال في مكان ده لو الاكسن بتاعته تقيله او يعني اجنبيه، يعني ده بيعيقه عن النجاح او بيأثر في شغله. الفكرة في انه الاقتباس معناه عكس الكلام ده، فانا معرفش زي مستر ابراهيم فهم الحتة بالشكل ده، تمام؟ ودي انا بتكلم فيها بجد، ما بهزرش، انه المشكلة هنا انه انا معرفش مستر ابراهيم فهم العكس ولا فهم غلط ولا ايه الفكرة، وبرضو احاول اتكلم على قد ما بقدر بدبلوماسية يعني. طيب ببساطة هترجم على طول، انا مش قادر اقول لكم، هو الكاتب بيقول، مستر ابراهيم بيقول ان الكاتب الراجل اللي اسمه ستيفن بينكر بيقول انا مش قادر اقول لكم عدد الناس اللي هم من اصدقائي ومن عيلتي اللي بيرفضوا يروحوا لدكتور ممتاز، يعني هو الدكتور يشهد له بالامتياز اصلا. طب هو الدكتور ازاي بيشهد له بالامتياز وهو مثلا فاشل والناس ما بتروحلوش؟ يعني ازاي هيبقى يعني انا قصدي ازاي هيثبت نجاحه، ازاي هيبقى ناجح ومحدش بيروح له؟ هو اكيد اصلا في ناس بتروح له، خلاص. وهو بس الفكره كلها في ان احنا بنتكلم على صحاب وعيله الراجل اللي بيتكلم ده، ها، انهم هم دول ما بيروحوش للممتاز، خلاص. طيب لانهم ما بيروحلوش لا هو ولا لاي متخصص طبي اخر عشان خاطر صعوبه فهمهم للاكسنت بتاعته او بتاعه الدكاتره دول. حلو الكلام. بعد كده بيقول ايه؟ بيقول بقى، ودي الجمله المهمه هنا لسه ما خلصناش، بس المعنى الصادم او اللخبطه يعني انا شايف انها حاجه فظيعه، هي المعنى بتاع النص الثاني من الجمله ده اللي هو بيقول لك ايه؟ I can't help but think it's a shame. ماشي؟ دي معنى الكلام هنا، بيقول انا مش قادر اشوفها غير انها عار، انها من العار ان هم ما يستفيدوش من اللي ممكن يكون احسن تجربه او احسن رعايه صحيه ممكن هم يحصلوا عليها. هو معنى الكلام هنا ايه؟ معنى الكلام بيقول انه من العار، عيب على اصحابي وعيلتي ان هم ما يستفيدوش من التجربة الحلوة اللي موجودة عند الدكاترة. يبقى العيب على مين او الخسارة على مين هنا؟ هو هنا بيعاتب وبيقول بقى تضيعوا فرصة جميلة عشان خاطر حاجة تافهة اسمها اكسنت. ده المقصود بالمعنى الكلام، تمام. والجمله الثانيه بتقول نفس الحكايه، الجمله الثانيه برضو بتقول، اللي هي الفقره الثانيه بتقول برضو نفس الحكايه، في طلبه بترفض انها تاخد كورسات عشان البروفيسورات بيبقى عندهم اكسنت فورن، عندهم اكسنت اجنبيه. وبيقول برضو نفس الحكايه على السياق بتاع الطب ده، نفس الحكايه برضو بالنسبه للطلبه، الطلبه هنا ممكن يكونوا بيضيعوا على نفسهم فرصه في كورس عظيم جدا. يبقى هو بيقول ايه؟ بيقول يا طلبه ما تضيعوش على نفسكم فرص حلوه عشان خاطر حاجه تافهه اسمها ان البني ادم اللي بيتكلم اجنبي او ايا كان والاكسنت بتاعته فورن، دي حاجه تافهه. ما تضيعش على نفسك فرصه كورس عظيم، كورس مقصود بيه هنا طبعا منهج دراسي، ماده دراسيه في الكليات. هو هنا بنتكلم على الكليات، طلبه بتروح تاخد في الكليات، انا مش بقول على فكره كورسات الانجليزي نفسها، هو هنا مقصود بيها كليات الدراسه ايا كان بتدرس ايه، في طلبه بترفض تاخد عشان المحاضر اجنبي عشان خاطر بيستصعبوا نطقه او بيستصعبوا الاكسنت. فهو بيقول لهم غلط عليكم، لان ممكن يكون الكورس مهم جدا وحلو جدا وانتوا بتضيعوا على نفسكم حاجه عشان خاطر حاجه تافهه، ان مجرد بس انه الاكسنت فورن ان اكسنت اجنبيه. طيب حلو الكلام، ادي اول كارثه ان الكلام مفهوم بالعكس. تاني كارثه بقى، وده الافظع، ان انا نزلت كتاب ستيفن بينكر. حلو الكلام، عملت ايه هنا؟ نزلت كتاب ستيفن بينكر وما لقيتش اصلا الاقتباس ده.
فالاقتباس جاي منين؟ انا بدأت كده اتأكد ان الاقتباس جاي من كتب تانية، كتب بعينها، بس انا قاعد بثبت. ده تاني فيديو على فكرة بثبت فيه ان الاقتباس اللي موجود في فيديو مستر ابراهيم ملوش دعوة باللي هو بيقول عليه. يعني في الاول نعوم تشومسكي، وريت لكم نعوم تشومسكي ما فيهوش المقولة اللي هو بيقول انها موجودة في الكتاب، ودلوقتي ستيفن بينكر برضو الاقتباس مش موجود في كتاب ستيفن بينكر، وهوريكوا ازاي. تعالوا نختار كلمة من الكلمات اللي موجودة هنا تكون مميزة شوية، انا كنت بدور عليها ميديكال زي ما قلت لكم، ده يمكن ثالث تسجيل زي ما قلت لكم او ثاني تسجيل، فعشان كده كنت بدور بكلمه ميديكال اللي هي دي، اللي هي ميديكال ايه، ميديكال سبيشالست، شايفين؟ تعالوا ندور بيها. انا رحت الاول الكتاب وهدوس نيكست، بدور خاصيه بحث فايند، وهكتب ميديكال نيكست. الجهاز المفروض بيروح محمل شويه، ويروح لي على اول كلمه يقابلها مكتوب فيها ميديكال، لقاها في الصفحه ما اعرفش رقم كام 372 مش مهم، المهم انها ايه، ميديكال كير مش ميديكال سبيشالست، النص ده مش موجود. طيب هل انا خلصت نيكست؟ هل انا كده قفلت الكتاب؟ لا، ندوس نيكست كمان لحد لما يقول لي انا خلصت الكتاب، برضو دور لقى ميديكال ايه تانية، بس ميديكال ستودنتس ما اعرفش ايه، ما اعرفش ايه، الموضوع ملوش علاقه. طيب ندوس نيكست كمان، هيقول لي كده اند اوف دوكيمنت يا باشا، ومفيش كلمه ميديكال اللي هي ميديكال بقى تانية، ما فيهاش ميديكال سبيشالست زي ما شفنا، وبالتالي الاقتباس نفسه مش موجود. تمام، حلوه موق دي. المهم مش عايز اكتر عليكم، زي ما انتم شايفين كارثتين، انا مش فاهم في ايه، انا قاعد بكتب بتصدم. وانا قلت لكم يا جماعه انا بتكلم بنيه حسنه من الفيديو اللي فات، وانا بقول لكم انا بتعامل بنيه حسنه جدا، وبكتشف انه ساعات في بعض الاحيان بلاقي ان الاقتباس نفسه مش موجود اساسا في المصدر اللي مستر بنقول عليه. وبرضو باكد معاكم تاني يا جماعه، انا لا اتعرض لشخص الراجل، انا بتكلم بتناقش في الافكار، له كل الاحترام يعني، انا بتناقش في الافكار، دي اول حاجه. وتاني حاجه كمان عايز اكد عليها، يمكن انا كتبتها في بوست الفيس، قلت لكم يا جماعه الله يكرمكم ما تعتبروش ان ده ردي الكامل، ردي الكامل ان شاء الله هيبقى على ثلاث مراحل. مرحله هرد فيها على كلام مستر ابراهيم، مرحله ثانيه هعرض انا فيها اللي نعرفه في الموضوع، وبعون الله ان شاء الله تشوفوا قد ايه المساله رزينه ورصينه زي ما بيقولوا بالصاد، رصينه كلام ان شاء الله هيكون كلام رصين بعون الله، لان كلام علمي واكاديمي ومهني ما بهزرش فيه، يعني قصدي جاد جدا، ويعني بعون الله ان شاء الله يعجبكم ويفيدكم. والمرحله الثالثه في الرد، انا قلت ثلاث مراحل، المرحله الثالثه في الرد هيبقى فيديوهات خفيفه بقى، عشان نكسر حده اللي هو ايه، اذا كنتوا انتوا هتحسوا ان انا كلامي مجعلص او اكاديمي او تقيل، لا انا برضو والله لطيف وخفيف وظريف والله، وبعمل كل حاجه حلوه، خبره يعني الحمد لله بفضل الله، ومش بس خبره، تكنيكاتي برضو يعني بقول الله تعرفوا عني الكلام ده، الطلبه بتوعي تشهد ان شاء الله، وانتوا كمان ان شاء الله بقول الله تعرفوا عني الكلام ده ان شاء الله لما تشوفوا فيديوهاتي اكتر واكتر ان شاء الله. انا اوعدكم ان انا هبدا التزم بالمحتوى ان شاء الله يكون اقوى، عشان المصلحه العامه، المصلحه العامه الناس كلها تعرف. وبعمل الكلام ده ليه؟ باكد تاني برضو، يمكن الكلام ده قلته في التسجيلات اللي هي ضاعت، اللي هي يعني قصدي ما سجلتهاش، كنسلتها. انا بس عايز اكد ان انا بعمل الكلام ده عشان اثراء المحتوى العربي، وعشان حاجه تانية كمان مهمه جدا، ان انا اغذر معلوماتكم انتوا. انا وانا بتكلم عارف كويس ان الناس المتابعين ليا محترمين كلكم على راسي من فوق، في منهم طلبه وفي منهم مدرسين وفي 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 وفي، انا عايز افيد الجميع، انا عايز اغذر معلوماتكم كلكم عشان نعلى بمستوى الوعي اصلا عن اللغه اساسا، وقلت لكم كده قبل كده. فانا ان شاء الله بقول الله ربنا، بقولها برضو معلش انا باستعجال كده بحاول الزق الكلام جنب بعضه، انا فعلا والله عايز اقول لكم حاجه مهمه جدا، انه انا بقول في حاجات كتير انا شايف يعني مهاره الانجليزي دي وكل الكلام ده على بعضه كده، انا حاسس ان هي منا من عند ربنا، حاسس انها امانه ليكوا عندي، يعني قصدي انا عايز اقدم لكم امانه معينه كده، شويه معلومات بعون الله هفضل اقدم في محتوى 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 لحد لما ابدا في كورسات بعون الله ان شاء الله اونلاين وكده، هتشوفوا مني وتعرفوا مني انا بدي كورسات برايفت وان شاء الله يعني الحمد لله مستمره والجدول شغال وكل حاجه، لكن انا بتكلم على ان انا عندي كميه معلومات، بس عايز الاول اديها لكم كده واديها ليكم كده ان شاء الله على النت، وتبقى متاحه للجميع، كل يستفيد بيها، والكل ان شاء الله يعلى زي ما قلت لكم كده، نعلى بمستوى الوعي ان شاء الله بعون الله. مش عايز اكتر في كلام، اسف ان انا اذا كنت طولت، ادعوا لي ان ربنا يوفقنا في مساله زي كده. وبرده تاني باكد، نحترم الاشخاص ونناقش الافكار، والخلاف في الراي لا يفسد الود قضيه، وان شاء الله تشوفوا محتوى يعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.